قدم علماء إيطاليون من المستشفى الفاتيكاني الروماني أول صورة في العالم لبروتين سبايك المعروف أيضاً باسم بروتين إس لسلالة فيروس أوميكرون الجديد. وأوضح المستشفى أن الصورة بالمعنى الفضفاض أو تقريبية، وتمت محاكاتها في المختبر. وبحسب طبيب في المستشفى فإن متحور أوميكرون يحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور دلتا، تتركز على نحو أساسي في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية، وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، فيما لا يزال حجم خطورته غير واضح بانتظار استكمال الأبحاث. هذا وقالت منظمة الصحة العالمية أن احتمال زيادة انتشار السلالة أوميكرون المتحورة عن كورونا مرتفع على المستوى العالمي. وأكدت الصحة العالمية أن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين.